أشاكم تساعدوني، أشاكم تساعدوني، أشتي كل شيء، أشتي كل شيء لبيتي. صفاء تستغيث من بيتها المحاصر في حي المفتش بشمال مدينة تعز. عاجزت مستشفيات المدينة عن علاجها لضيق في إمكانياتها ولغياب التخصص الدقيق الذي تحتاجه لإنقاذ حياتها. صفاء صادق هائل ابنة 8 أعوام استهدفت من قناص حوثي بينما كانت ترعى غنم العائلة المثقلة بالحزن والألم بعد أن استهدفت ذات الرصاص 7 من أفراد عائلتها بين شهيد وجريح. أول بدي بقى ابن وختم به ودي قامت وقهر من بيتي كام 6 بعدنا 2 4 موت فصار أحمد أشكره. الرصاصة أصابت صفاء في عمودها الفقري ومزقت الحبل الشوكي لتصاب هذه الطفلة البريئة بشلل نصفي. لا يزال هناك أمل في معالجته إن قدر لها أن تحصل على فرصة للعلاج في الخارج. أهم همة بغلق أسبوع غلق يومين ثلاث معاهم شلق ما هم حفاظات. حفاظات قتلنا. لا يوجد شيء من أخلاق الحرب التي تتجلى في أسوأ صورها هنا، فالقناص لا يكتفي باستهداف الضحية بل يتعمد قتل كل من يحاول تقديم العون لها، تماما مثل ما حدث لصفاء التي بقيت فترة طويلة تنادي بما تبقى لها من صوت بحثا عن منقذ حتى تسنى لها ذلك بأعجوبة. أبكاوني ما نجدر أنه مني أقول الدم تحتيك الدم تحتيك وتدعي يا نظيرة تدعي يا نظيرة ونقول يا غيد الدم ينزف من تحتيك ما قدرش أقوم أرجلي معلقتك من طالع راسي من نازل واني اطلع مدري ما ماسك لي. تتشبث هذه الطفلة بالحياة وتريد ان تعود كما كانت واحسن، ترعى الاغنام وتلعب مع اقرانها، تلك هي منتهى امنية فتاة اقعدتها الحرب واسلمتها الى مصير حزين. اشتي امشي اشتي امشي زي اخواني اشتي ارجع راعي مثل ما كنت واحسن اشتي امن وامان الدنيا ترجع مثل ما كانت ما اشتيش انزح من بيتنا ابدا. صفاء الجزء الاشد الاما من قصة حي المفتش الواقع في اطراف عصيفرة في شمال مدينة تعز، فهذا الحي يعيش تحت الحصار التام لا تصل اليه المنظمات الاغاثية لانه يصنف كمنطقة نار، وما النار الا تلك التي تأتي من بندقية القناصة. تتسلح صفاء بإرادة الكبار وكل ما تحتاجه هو فرصة للنجاة من مصير لا يقبله أحد لطفلة ببراءتها وإنسان بشجاعتها.